ماتشنا اللي جاي ماتش الحاوي، ماتش كابتن رضا عبد العال، واول مكسب ليه مع فرقه دمنهور وهو تولى القياده الفنيه بدايه من الاسبوع ال12. ولو ما خانتنيش الذاكره ده اول مكسب لكابتن رضا هذا الموسم، كان في بدايه الموسم مع جمهوريه شبين النتائج ما كانتش ماشيه معاه بشكل كويس. الراجل مشكورا تقدم باستقالته، تم قبول الاستقاله وراح لدمنهور. دمنهور لو فاكرين كان معانا في مداخله تليفونيه، استغربنا ان كابتن رضا مش على راس القياده الفنيه في ماتش الحرس اللي فات، ولكن كابتن رضا دخل وقال انا لسه ما مضيتش، انا بتفرج على الفرقه في مباراه الحرس، وبدايه من الاسبوع ال12 هكون متواجد في ارضيه الملعب. وبالفعل تواجد كابتن رضا كان ليه سحر على دمنهور، ويفوز على كفر الشيخ احد الانديه القويه السنه دي واللي بتعبر عن نفسها بشكل كويس جدا السنه دي، واخده مركز محترم. كفر الشيخ دلوقتي في المركز الخامس. المباراه كانت صعبه على دمنهور، ولكن بهارات بقى كابتن رضا والتاتش الاخير بتاع كابتن رضا عبد العال نفع مع دمنهور. كابتن احمد، كابتن رضا من المدربين المميزين جدا في الممتاز بيه، وليه باع كبير جدا، وكان شغال مع انديه كبيره جدا في الممتاز بيه زي الانتاج. كان بيشتغل ليه كمان طريقه لعب معينه، اشتغل قبل كده مع نبارو، كان لهم شكل فتره من الفترات اللي كان ماسك فيها. اعتقد دمنهور في دمنهور ومع كابتن رضا عبد العال، اعتقد ان هم يبقى فريق تقيل جدا. اعتقد ان هم يلعبوا كره على الارض، لان كابتن رضا بيحب يلعب الكره المهاريه. كمان الناس اللي ما يكون في مدير فني جديد لسه، حتى لو في مشاكل قبل كده قديمه، المشاكل كلها بيرحلوها على جنب. كان في الماديات فيها مشاكل برضو، بيطلعوا جزء وحتى ولو بسيط عشان يساعدوا المدير الفني الجديد اللي موجود. كمان المباراه على ارض كابتن رضا وعنده ملعب كويس، وكمان دمنهور نازله من دوري ممتاز، يعني المفروض تكون في الترتيب احسن من كده، لانه عندهم فريق كويس. واتمنى لهم التوفيق، لكن هم عملوا مباراه جيده مع كفر الشيخ. وعايز كمان احيي كفر الشيخ الفتره اللي فاتت، بيشتغل عنده وسط ملعب شغال بشكل كويس جدا، وكابتن احمد عاشور عامل فرقه كويسه وبيشتغلوا بشكل ايجابي، وعندهم طموح ان هم يكملوا ويروحوا ينافسوا. لكن هم اكيد طبعا عشان خاطر برضو حته الامكانيات دي، فمش اي حد هينافس او اي حد هيصعد، بتبقى الناس معينه محافظ مسندهم قوي، محافظ مسندهم كل مباراه. لكن حته الصعود دي بتبقى محتاجه امكانيات عاليه جدا، ومحتاجه لعيبه بتاعه صعود، ومحتاجه طموح عالي جدا. اتمنى ان هم يكملوا، لكن انا بحييهم على الفتره اللي فاتت في الجدول، كمان عندهم 20 بونت الفتره اللي فاتت، فاتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. كابتن احمد، ده الجهاز الفني الثالث لدمنهور، هو كان معاهم كابتن محمد فايز في البدايه، وكابتن عزمي الطويله بعد كده، وكابتن رضا عبد العال. هل تتوقع ان كابتن رضا هيستمر وهو شخصيا هيستمر مع دمنهور؟ لا اعتقد في الدرجه دي، ناس كتير بتستعجل قوي على المدربين الفنيين. فلازم انا عشان احاسب مدرب لازم اديله فتره طويله، اديله سنه وبعد كده احاسبه، اديله 6 شهور وبعد كده احاسبه. لكن في ناس بتقعد ماتش وماتشين وبتمشي، طب هو لحق يعمل ايه، او لحق يدي للفريق ايه، او لحق يحفظه ايه؟ فاكيد مش هتقدر، ده ممكن يكون لسه ما حفظتش اسامي اللعيبه. فاتمنى ان الناس تهدى شويه على تغيير المدربين، لان انت لو غيرت مدرب كل اسبوعين ولا كل ماتشين ولا كل دور، فما اعتقدش ان حد هيفضل في الدوري يعني. فلازم يكون في كمان من اتحاد الكوره او من المسؤولين يكون في تقنيه لحته ان انت تمشي من هنا تروح تمسك هنا، عشان خاطر الناس يبقى في استقرار في الدوري، ما يبقاش عدد كبير جدا. مدير فني يروح يمسك 5-6 انديه مثلا في موسم واحد، او 3-4 انديه في موسم واحد. فلازم تكون تقنين برضه كمان تدي فرص للمدربين التانيين. يعني بيمشي من هنا بيروح هنا في تاني يوم، بس اكتر مجموعه الصعيد هي اللي ماشي كتير. انا عايز ادي فرص كبيره للناس اللي تشتغل، ادي له مساحته، ادي له وقته، عشان خاطر يقدر يعني يعمل شغل. انت ممكن انت بتجيبني على لعيبه مش بتاعتي، مش انا اللي اخترتها، فانا هقعد ممكن ما اكونش عجباني اللعيبه كلها، بس انا بصلح وبحاول ارتب لعيب تاني ديفندر العبه، يعني هحاول ارتب انا من شغل زميلي او شغل الراجل اللي كان قبلي. لكن لو انا اللي جايب لعيبتي او جايب فرقتي ممكن تحاسبني. ده حصل في طنطا مع الكابتن رضا عبد العال، يعني الكابتن رضا عبد العال هو اللي عمل فريق طنطا، وكل سنه كان بيبقى يعني في سنه من السنين اللي صعدت فيها الرجاء كان يتعادل يصعد. تمام. يعني كان يتعادل يصعد 4 سنين ورا بعض يتعادل يصعد، هو اللي عمل فرقه طنطا. يعني الكابتن خالدين مدرب محترم ومدرب كويس قوي كمان، هو اللي صعد بيهم، بس اللي عمل اسم طنطا كابتن رضا عبد العال. احنا بنتكلم في كده بقى، استمراريه ولازم اقرار. زي هنا كفر الشيخ، يعني لازم الدكتور احمد عاشور يستنى، ما حدش يفكر ان هو يغير. بالعكس، لان هو عامل فرقه كويسه وهو صعودي، بس السنه الجايه ممكن يشوف الناقص عنده ايه ويكمل. وهم عايزين ينجحوا وعايزين يكملوا، لكن التغيير اي حد يفكر في التغيير دلوقتي هتبقى الدنيا صعبه. خلينا نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، مباراه دمنهور وكفر الشيخ، وفوز مهم لدمنهور جه بعد فتره
طويله وفوز مهم ايضا لكابتن رضا عبد العال يبدا به مشواره مع العاب دمنهور. بقدم الشكر طبعا للجهاز الفني السابق جميعه وخصوصا الكابتن عزمي طويله على الاداء اللي كان فيه. طبعا النهارده بهني الكابتن رضا عبد العال طبعا بتوليه النهارده المسؤوليه النهارده في اول مباراه ليه وحق الفوز الجامد 2-0 طبعا النهارده. ونادي كفر الشيخ نادي كبير طبعا ونادي يمكن عامل نتائج كويسه جدا السنه دي بكذا الدكتور احمد عاشور. طبعا بهني اولادي النهارده لاعبين والجهاز الفني والاداري النهارده على المباراه وبقول لهم النهارده دي النهارده دمنهور وضعها الحقيقي دمنهور مش هنا دمنهور في المقدمه دايما وزي ما تعودنا طول عمرنا ان دمنهور طبعا دوري ممتاز. دمنهور السنه اللي فاتت كانت على مباراه واحده كانت ممكن النهارده تبقى في داخل دوري الاضواء. فطبعا يمكن مستغرب طبعا يمكن تغيير النهارده انسحاب النهارده مدير الفني السابق وبعد ما هو كون الفرقه ومشى والكلام ده عمل دروب جامد جدا للاعبين. فانا بقول النهارده وجود الكابتن رضا عبد العال النهارده بدا النهارده يبص في الاولاد الناحيه النفسيه النهارده كانت موجوده جدا. عشان نتكلم بمنتهى الامانه كابتن فايز لازم ياخد حقه ثالث مثلث عامل فرق كرة محترمة بس ما كانش فيه توفيق بالنسبة له لعيب الكرة على أعلى مستوى. وأنا قلت الكلام دوت معاك قبل الماتش بغض النظر عن نتيجة اللقاء أنا لما شفتهم أعجبت ببعض لعيبة إن هم يلعبوا دور ممتاز وعشان كده يعني قلت إن شاء الله بأمر الله هتكل على الله وهمسك الفرقة دي لأن الكابتن فايز بصراحة عامل تيم محترم. دي حاجة. تاني حاجة كابتن عبودة والكابتن عزمي ببعت لهم الشكر كل الشكر على الفتره اللي هم قضوها وبقول انا ما عملتش حاجه هو بس اللعيبه كانت رجاله اللعيبه اتعاملت نفسيا بس اليومين اللي فاتوا دول نفسيا مش بدنيا هم واقفين على رجلهم بدني واقفين على رجلهم كل حاجه بدني وذهني وكل حاجه بس هم كان التوفيق مش اكتر من كده. وبقول لهم بشكركم طبعا بشكر اللعيبه الرجاله اللي هم النهارده بصراحه فاجئوني بالمستوى عملنا اللي علينا وقدرنا نجيب الجون الاول وعوضنا بالثاني. وبقول بقالنا 5 ماتشات والله العظيم بنراعي الجون مفيش توفيق يعني انفرادات غير طبيعيه الحمد لله ربنا عوضنا النهارده. واقول ده مش مكان دمنهور دمنهور دايما بتنافس وربنا يكرم في الماتشات اللي جايه. كابتن رضا عبد العال عامل معانا شغل قال لنا انزلوا ما تخافوش العبوا كورتكم اللي انتوا بتلعبوها انتوا فرقه كويسه. كابتن رضا ما قالناش حاجه قال انزلوا متعوا نفسكم انتوا لعيبه كوره وحقكم انكم تكسبوا ان شاء الله وانزلوا كل واحد يطلع اللي عنده كل واحد يلعب كورته وان شاء الله هنكسب. يعني احنا بنلعب على نقط ضعف الفريق يعني الدكتور حافظ الفريق دمنهور واحنا نزلنا على امل ان احنا نستفيد من النقط اللي الدكتور قالها فبس بصراحه احنا ما يعتبر ما نفذناش اللي الدكتور قاله النهارده فعشان كده النتيجه جت عكسيه والحمد لله. منطلق احمد سالم ناحيه اليمين لعبها ليه وجيه عبد الحكيم بيسدد السنجاوي السنجاوي خطر